لا حديد في الشارع المغربي والبيوت المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق إلا عن ارتفاع الأسعار. هاد خاصة ارتفاع الأسعار، أولا أسعار ديال المواد الاستهلاكية من جهة والمحروقات من جهة ثانية. تنعرفوا بأن هذه المحروقات أثروا بشكل كبير على الأسعار ديال المنتوجات الاستهلاكية، يعني المنتوجات المواد الاستهلاكية الغذائية. إذا حتى الأطفال لاحظناهم حتى هما تيطلبوا، حتى الأطفال أنهم تيدخلوا تيتوسلوا للحكومة وتيتوسلوا صاحب الجلالة باش يدخل لهم، هادو أطفال، باش يدخل لهم لي باش هاد الأسعار تنخفض. إلا أن الحكومة سد ودنها ما تسمع حتى لشي واحد. إذا أيضا وجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي واحد الحملة ديال الهاشتاغ اللي شاركوا فيها ممثلين، فنانين، شرائح مختلفة. هاد الحملة تحت شعار لا لغلاء الأسعار. كما شاهد أيضا المغرب عدة احتجاجات أمام قبة البرلمان للتنديد بارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي. وكذلك هذه الشعارات كانت أنه أن الحكومة لم تفي بوعودها التي قدمتها في الحملات الانتخابية السابقة. إذن حتى الرضاع لم يسلموا من هذه من ارتفاع الأسعار، الرضاع، لأن ذاك الغراف ديال الحليب راه وصل 90 درهم، وتنعرفوا بأن واحد الغراف راه الأم اللي ما عندهاش الحليب اللي ما تترضعش راه خاصينها جوج الغرف الأسبوع، إذا خاصينها 8 ديال الغرف 800 درهم. زيد على ذلك الحفاضات اللي عرفت حتى هي واحد الارتفاع مهول، حتى الحفاضات دوك اللي كوش وصلوا واحد الارتفاع ديال بالنسبه للاثمنه ديالهم. اذا هاد الاسره اللي غترضع الطفل ديالها ب 800 درهم زائد الحفاضات طالعين، اذا وتنشوفوا غالبا هاد الاسر هادو تكون فقيره، اذا منين غتجيب هاد الحليب هذا؟ في حين ان حتى الحليب المبستر الاخر راه تزاد الثمن ديالو وقليل في السوق. هنا اللي بين ان ناكدوا عليه هنايا ان الحكومه فعلا لم تفي بوعودها. اذا هنايا اللي نتكلموا عليه ثاني زياده على هذا الحليب هذا، فعرفت اسعار البيض، هذا البيض اللي هي الاكله الاستهلاكيه اللي تستهلكوا الفقراء بكثره، الى ما عنده ما يدير وما عنده فلوس ما تيمشي يشتري البيض، حتى البيض دابا ولا درهم و50 اللي وصل ليه البيض. الدجاج اللي هي الاكله اللي تياكلوا الفقراء، الدجاج وصل 25 درهم للكيلو حي. اذا فين غادي هذا الشيء؟ اللحم وصلت 85 درهم للكيلو، 90 درهم. اذا فين حنا تنشوفوا دابا هاد الاثمنه والزبده وصلت حتى هي 120 درهم للكيلو. إذا فين غاديين؟ يعني نشوفوا المواد اللي تقاست هي ديك المواد الاستهلاكية اليومية ديال الفقراء. هنا هذه السياسة اللي جايبة بها الحكومة وهي تفقير الفقير، تفقير الفقير راه ولا دابا وتفقير الفقير وضرب ديك الطبقة المتوسطة، الطبقة المتوسطة ولات هي الطبقة الفقيرة، والطبقة الفقيرة ولات هي أقل ولات وصلت أقل فقرا. إذا هنايا من خلال واحد الدراسة مؤخرا أن 44% من المغاربة عندهم صفر درهم في الكونت ديالهم في الابناك، صفر درهم 44%. وجول المغاربه التجؤوا للقروض لان غلاء الاسعار، غلاء المحروقات ادى بهم الى التجاء الى اللجوء الى القروض الاستهلاكيه. هاد القروض ماشي مشى للترفيه ولا باش يشتري بها طوموبيل، هاد القروض شرا غير باش يشتري بها العدس واللوبيا والحمص وداك الشيء باش ياكلوا جلبانه. اقترض باش ياكل يلاه يصدر الرماق ديالو، ماشي باش يمشي للترفيه. اذا هنايا كاين واحد المشكل. هاد الغلاء انتج عليه ان بعد عدم الضمير والحكومه مشاركه في هذا الشيء، ان مثلا كاين ضعف ديال الجوده من يغلاو المواد الغذائيه والارتفاع ديال المحروق، ولا ضعف ديال الجوده، ما بقاتش الجوده، الغش في الوزن،
نوصلوا المعلومه للمستهلك المواطن المغربي اشنو هو الغش في الوزن. دابا ديك الباكيه ديالتي كانت فيها 250 غرام ولات فيها غير 200 غرام. القهوه اللي كانت فيها 400 ولات فيها غير 200 غرام. الغش. الخبزه اللي كان فيها 200 غرام ولات فيها غير 100 غرام. وتيقول لك الدوله حنا تندعموا الدقيق اللين، تندعموا الخبز. راه ما دعمتيش. إلا بيدعموا بدرهم 20 خاص الخبزه تكون فيها 200 غرام. راه دابا الخبزه فيها 100 غرام، يعني راه تنديو ديك الخبزه بجوج دراهم و40 باش نشريوها. راه ما كاينش دعم. وحتى الا مشيتي دوك المخابيز تتسول على ديك الخبزه ديال درهم 20 تيقول ما بقاتش عندنا. سير شي خبزه ديال تيقول سرينا الخبز. الا بغيتي دير الخبزه ديال جوج دراهم ونص وثلاثة دراهم للخبزه، شحال فيها؟ فيها 100 غرام 3 دراهم. إذا هذا نداء للحكومة باش تدخل أولا ما يكونش هذا الغش. هذا الغش أدى أيضا، هذا الغش أدى أيضا إلى أن هذه الزيوت اللي غلات دابا، الزيوت اللي غلات ولاو دوك صحاب المطاعم، ما تنقولش أنايا ما تنعممش المطاعم ودوك الوجبات السريعة تيستعملوا ديك الزيت المستعملة، تيمشيو تيجيبوها من لوطيل من الفنادق ويتم إعادة تدويرها باش يقليو بها. إذا هذا يضر بصحة المستهلك. ملي تمشي تجيب واحد الزيت من لوطيل فايتين مستعملينها وتعاود أنت إعادة تدويرها وتعاود تقلي بها مرة أخرى، فهذا راه تيضر بصحة المستهلك. كما أن بعض المطاعم حنا مؤخرا كجمعية لحماية المستهلك حسنا مجموعة ديال الصناك أنهم تيجيبوا اللحم في ظروف غير صحيه، اللحم ديال الذبيحه السريه اللي ما عندها حتى شي علاقه باللحم، وتم الحز على هذه اللحوم هذه، تم منح العزم اننا كجمعيه ديال حمايه المستهلك ندينا على 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 المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه، وندينا على على المكتب على على القسم الاقتصادي بالولايه، وتم حز هذيك اللحوم اللي هي عباره عن دجاج، عن نقانق، عن كفته اللي هي لحم مفرومه، اللحم المفروم اللي تم الحز عليه وكبينا عليه جافيل وتم ديالو، وتم ايضا باش قيدوا واحد المخالفه لاصحاب هذوك اللي صناك. اذا قلنا هاد الزياده هذه اثرت بشكل كبير ان المستهلك والتي يشري بعض البضائع اللي هي مغشوشة، الوزن مغشوش، اللحوم اللي هي فاسدة ديال الذبيحة السرية. إذا هنا في غياب مراقبة.